قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: قد آجرك الله، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. نعم، يعني الإنسان إذا أراد صدقة فليتعاهد بها الأقرب فالأقرب. نعم، تكون لك أجران: بر وصلة. نعم.